نشرة الخامسة من النهار اليوم، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع مختلف الأزمات، بحيث يتم التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها وبما يحول دون وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت. وشدد الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع مجلس الوزراء بكامل هيئتها بمقر رئاسة الجمهورية لبحث تداعيات كارثة الإسكندرية أمس، شدد على أهمية القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق، ومن بينها الصرف الصحي وصرف الأمطار، ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق. كما دعا الحكومة إلى التحسب لمثل هذه الظروف في كافة المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء. من جهته قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن هطول الأمطار بالإسكندرية استمر لمدة 9 ساعات وبمعدلات غير مسبوقة تفوق بالستة أضعاف كميات الأمطار المعتاد سقوطها. واستعرض إسماعيل في عرضه لطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة أمام الرئيس، استعرض تفاصيل زيارته للإسكندرية بالأمس، موضحا الجهود التي تم بذلها من كافة الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة لجت آثار الأزمة. وينضمها إلينا هاتفيا الصحفي كمال ريان، وهو صحفي متخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا أستاذ كمال. الخير، أهلا وسهلا أستاذ كمال. أهم ما جاء في اجتماع السيد الرئيس بالحكومة اليوم، هو زي ما حضرتك اشرت طبعا الموضوع كان بينصب على ما حدث بالامس في الاسكندريه، وتطرق الاجتماع الى طبعا التعدادات للامطار والطقس السيء في بعض المحافظات، ثم امتد الى الخدمات اللي تقدم للمواطنين بشكل عام. طبعا الرئيس طلب في بدايه الاجتماع التعرف على خطوات الحكومه قامت بها للتعامل مع الاحداث اللي شهدتها محافظه اسكندريه، طبعا موضوع الامطار الغزيره اللي حدث امس. رئيس الوزراء قدم شرح تفصيلي سواء لسبب الازمه، طبعا ورئيس الوزراء اكد ان طبعا هطول الامطار كان 6 اضعاف كميات الامطار المعتاده في مثل هذا الوقت، ويعني الرئيس اطمأن على عوده الاوضاع لطبيعتها في محافظه اسكندريه. الرئيس وقت ايضا اكثر تعويضات اسر المتوفين لنتيجه طبعا تلف الامطار بالامس، ووجه الحكومه انها تغير استراتيجياتها ويكون في تحسب لمثل هذه الازمات، ويكون في استعداد ل يعني مستلزمات خاصه في المحافظات الساحليه مع قرب حلول فصل الشتاء. ايضا الرئيس شدد على اهميه المراجعه والصيانه الدوريه للمرافق ومنها الصرف الصحي، و كان في ايضا مراجعه لمشروعات الصرف الصحي المفتوحه، وتم وضع خطه متكامله لتنفيذ المشروعات المتوقفه في هذا المجال. امتد الاجتماع طبعا لبحث قطاع النقل والاجراءات اتخذ يعني تحسين قطاع النقل كمرفق حيوي. ايضا اتطرق الاجتماع لتطوير قطاع التعليم بالتنسيق ما بين وزاره التربيه والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث يعتمد على التكنولوجيا اكثر. كان في ايضا مراجعه لموضوع الكهرباء والامداد بالكهرباء والغاز، وايضا استعراض لاوضاع المصريين في الخارج وربطهم بوطنهم. يمكن ده كان يعني موجز سريع وشامل لمختلف الموضوعات اللي تناولها. شكرا للأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن لبسمة محمود مراسلة النهار اليوم مباشرة من الأسكندرية لتلقي لنا الضوء على آخر تطورات الموقف لديها. بسمة تفضلي. اهلا وسهلا. لازالت لطالما عانت الاسكندرية من مشكلة الصرف الصحي منذ عشرات السنين، وما زالت هذه المشكلة مقيمة اخرها امس الكارثة التي منطقة العمرية تحديدا في حي العمرية تحديدا منطقة التفتيش. معي الآن أحد المواطنين هنا اللي يرصد لنا المشكلة التي يعاني منها سكان المكان.
من مشاكل الصرف الصحي. المهندس رمضان، اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا، نورتينا وشرفتينا. حضرتك ممكن تكلمنا عن المشاكل الموجوده عندكم؟ هي مشكله الصرف الصحي مش موجوده في متعددة وبتتغير كل شوية، ومعظم المشاريع بتتم بدون إشراف هندسي، وبالتالي ما بتحققش المطلوب، وبنعيد نفتح الشوارع، وتعاملية تقريبا كلها حاليا كلها 200-300 متر على بعض أسفلت جوه المدينة. ده نتيجة مشاريع الصرف الصحي. ده أول الموضوع. الموضوع اللي احنا فيه أو في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها خطورة على، يعني هنقول الأمن القومي المصري، نتيجة إن قطارات السكه الحديد تحمل ركاب وبضائع، وساعات برضو القوات المسلحة بتنقل بعض المعدات بتاعتها، بتمر حضرتك على سكه حديد غطسانه في الميه وفي الصرف الصحي. والموضوع ده بقى داخل في سنتين ثلاثه، وكلمنا اكثر من مره وبعتنا جميع المسؤولين شكاوي ان احنا وصلنا لمرحله ممكن القطر فجأة نصبح الناس حادث موجود هنا، اطفال ميته، ناس نسرق بالقطر، كارثة. وهنقول ساعتها احنا ليه استنينا، ليه لما وصلنا الحالة دي. يتم تنفيذه في منطقة التفتيش واللي بدأ من عدة شهور بيسير بسرعة الحفاء، يعني بطيء جدا، ما فيش حد يا فندم بيشتغل، ومفيش بيردم وراهم. احنا حلينا مشاكل قطع كهرباء، كابلات كهرباء في المنطقة قطعوها، ردموا مسارات مية، عمدان إضاءة زي حضرتك شايفها دي وقعت. ففي فندم ما فيش حد بيتابع من الاجهزه التنفيذيه، وما فيش حتى معادلات عمل تنقذ الموقف اللي احنا فيه. احنا بنشن المسؤولين على كافه المختصين بهذا المجال سرعه انهاء المشروع، لان كده الناس بتعاني. ما زالت مشكله القطار العائم هنا بحي العمريه. معي الان اللواء علاء يوسف رئيس حي العمريه، اهلا وسهلا بك. لنا عن الاجراءات الخاصه بمشكله التصرف الصحي هنا في المنطقه. حاضر. اولا انا رئيس حي عمريه ثاني، وبشرف اننا بقائم بعمل رئيس حي عمريه اول اللي احنا فيه حاليا من شهر 6/2015، من 3 شهور تقريبا. يعني المنطقه دي اللي هي عزبه التفتيش هي اصلا ما كانتش داخل فيها صرف صحي خالص، كان في مشروع اسمه مشروع الالماني اللي هو شامل المنطقه دي، ما كانش داخل فيها. فحتى المشروع بعد ما بدا، يمكن المهندس رمضان عارف، تم الحاق الجهه دي بضغط برضك من الحي ومن الجهه الاداريه والمحافظه على جهاز تنفيذ صرف صحي المشروع، وفعلا نجحنا الحمد لله ان احنا نلحقها بالمشروع. واعتقد غرف التفتيش بتاعه المنازل اتركبت وتوصلت وكل حاجه، فاضل بس توصيل على من العقارات على الغرف على. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال ببسمة محمود مراسلة النهار اليوم في الإسكندرية، وسوف نعاود الاتصال بها كلما كان لديها جديد. شكرا لك بسمة محمود. في السياق نفسه، لا يزال اسم محافظ الإسكندرية الجديد مجهولا بعد استقالة المحافظ السابق هاني المسيري. وأفاد مراسل النهار اليوم من الإسكندرية بأن مدير أمن المحافظة السابق اللواء أمين عز الدين قد وصل إلى المحافظة صباح اليوم دون أن يعرف هل للأمر صلة بترشيحه لتولي المحافظة أم لا. وعلى صعيد الأوضاع على الأرض، وصلت شاحنات محملة بالحصص الغذائية والأغطية مقدمة من القوات المسلحة إلى الإسكندرية لتوزيعها على المستحقين بالتعاون ما بين المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة للتغلب على الآثار الناجمة من موجة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الإسكندرية وتخفيف العبء على المتضررين. كانت موجة من الطقس السيء قد ضربت محافظة الإسكندرية ومناطق أخرى من الجمهورية أمس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وتهدم بعض المباني والمنشآت في الإسكندرية وحدها، ما دفع رئيس الوزراء إلى التوجه إليها في محاولة لتدارك الموقف والتعامل مع الأزمة. في الإسكندرية لم تعد المياه إلى مجاريها بعد، الدولة تتحرك لحفظ ما يمكن حفظه من ماء وجهها قبل تكفيفه من شوارع وأزقة المحافظة التي غرقت في الأمطار. عجز المحافظ والمسؤولون عن الصرف الصحي والإسكان في التعامل مع أزمة أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل.
اما اتقطع سلك الكهرباء فالعيال يا عيني اتكهربوا، نبجوا الام ولد الولد اسمه ايه اللي هو اسلام ده اهواجي نجى الام وهو الكهرب مات. تعليمات مع الوزيره ان في 5000 جنيه لكل اسر متوفي، اول مبالغ لو مليون جنيه مش هيكفي نفر ولد يعني. لكن القسم الثاني ده الاهم، الجزء الثاني اللي عندنا ان احنا فاتحين ملف اسره لكل الاسر يعني، فبنشوف الحالات بتاعتهم الدنيا عامله ازاي، لو ممكن نعمل لهم مشروع لو محتاجين، لنطبق عليه قانون الضمان، هنعمل له قانون الضمان، في اجراءات كتير بتتعمل بس مستنيين الناس تهدى شويه عشان نعرف نتكلم. النهارده مش عارفين ناخد داتا من حد طبقا للظروف اللي فيها. رئيس الوزراء شريف اسماعيل قبل استقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري الذي تعرض لهجوم شديد وانتقادات لاذعة من مواطن المحافظة، ولاحقا أصدر رئيس الوزراء قرارا بتكليف الدكتورة سعاد الخولي نائبة المحافظ للقيام بأعماله بشكل مؤقت في سابقة هي الأولى من نوعها أن تدير سيدة محافظة مصرية. كذلك قبلت استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء يسري هنري، ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والمديريات المعنية، ونزل الدفاع المدني ومطافئ المنطقة الشمالية العسكرية وعناصر من القوات المسلحة للتعامل مع الكارثة البيئية. تقلبات الطقس بمثابة ناقوس الخطر لسائر المحافظات لأخذ حيطتها، فقد اجتمع مسؤول محافظة القاهرة لبحث جاهزيتهم لفصل الشتاء، وتقرر تشكيل مجموعات عمل بنطاق كل حي مجهزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع أماكن تجمع المياه وحصر جميع البالوعات بدون غطاء وتطهير مخرات السيول. الأمر ذاته من إجراءات تكرر في أسيوط، حيث جرى تطهير 14 مخرا للسيول في المحافظة والاستعداد بنحو 100 سيارة كسح وشفط للمياه. ولا تزال هيئة الأرصاد الجوية تحذر المحافظات وقطاعات الدولة والمحليات من موجة طقس غير مستقرة تصاحبها أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح واضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية. هذه التحذيرات جعلت السلطات في مطار الغردقة تشكل فريقا متخصصا من العاملين للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن سقوط الأمطار وتحويل الرحلات إلى مبنى الركاب الجديد بالمطار لتقديم خدمات أفضل للمسافرين. موجة الطقس السيء بدأت بالفعل في سيناء والإسكندرية والصعيد وستزداد خلال الأيام المقبلة. لقد كشرت الطبيعة عن أنيابها وأزاحها غضبها الغطاء عن خلل صريح في البنى التحتية للمحافظات، وتحاول الدولة تداركه قبل أن تغرق المدن والقرى في مزيد من الإهمال قبل أن تغرق في المياه. فاصل قصير ونستكمل بعده نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد. في البحر الأحمر قال رئيس شركة مياه الشرب هناك إنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركة إلى الدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء التي تجتاح المحافظة منذ أمس، حيث تعرضت أنحاء عدة لأمطار غزيرة، وعلى إثر ذلك جرى الدفع بجميع سيارات الشركة المجهزة والمعدات لسحب المياه المتراكمة والعمل على منع تلوث مياه الشرب. استعداد الشركة بدفع سيارات شفط المياه في جميع أنحاء المحافظة ومدن المحافظة وخصوصا مدينة الغردقة، وتم كسح كافة مياه الأمطار في المناطق اللي هي تعرضت للأمطار الغزيرة، والحمد لله تم السيطرة على الموقف. وفي الإسماعيلية بحث محافظها اللواء ياسين طاهر الاستعداد لفصل الشتاء والاطمئنان على الوضع بالمحافظة بعد الكارثة التي حدثت بالأمس بالإسكندرية، وأمر المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي وبالوعات الأمطار. احنا النهاردة عاملين حصر لكل بلعات المطر وكل أماكن التصريف سواء في مدينة الإسماعيلية أو في المدن الأخرى، راجعنا الموقف كامل، في لجان هتطلع تتعامل بسرعة مع تسليك وتطهير تلك البلعات. في بعض الأماكن اللي طلعت إنها مش مخدومة دينا قرار على طول هيتم التصرف بإنشاء
اجراءات غير نمطيه واسلوب شبكه سريعه تمهيدا لتصريف اي تجمعات هتحصل فيها، وانهينا هذا الجزء. وبعدين بدانا نحصر امكانياتنا في التعامل بعربيات الشفط اللي موجوده داخل شركه الصرف وداخل الوحدات المحليه، واضفنا اليها امكانيات الحمايه المدنيه. في سياق متصل، قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية وحيد سعودي إنه من المتوقع حدوث نواة أخرى في الإسكندرية ويجرى تنبيه الجهات المعنية قبلها بأربعة أيام. وأضاف سعودي بأن حالة من عدم الاستقرار ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وهناك احتمال لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وانخفاض الحرارة وزيادة سرعة الرياح. من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن موجة الطقس السيء لن تؤثر في جولة الإعادة غدا ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة القضية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية المستشار عبد الله الخولي إن معاينة جميع مقار اللجان الانتخابية بالإسكندرية انتهت واطمأنت اللجنة لسلامتها. تستمر حتى 9 اليوم حسب التوقيت المحلي لكل دولة عملية تصويت المصريين في 139 سفارة وقنصلية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وقال بيان للجنة العليا إن تصويت المصريين في الكويت هو الأعلى حتى الآن، بينما تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل غدا. انطلقت اليوم عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وتتواصل عملية التصويت في 139 دولة ولمدة يومين، وتنطلق غدا في الداخل في المحافظات 14 للمرحلة الأولى. اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في بيان لها أنها أخطرت السفارة المصرية بقرار اللجنة العليا للانتخابات بوقف إجراء انتخابات الإعادة للنظام الفردي في دوائر ومركز مدينة دمنهور والرمل أول وثاني والواسطة وبندر ومركز بني سويف. نتائج المرحلة الأولى كانت قد انتهت بفوز 4 مرشحين فقط على المقاعد الفردية، وفي القوائم فازت في حب مصر في غرب الدلتا والصعيد. وبالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، رفضت محكمة القضاء الإداري بالفيوم جميع الطعون المقدمة من 14 مرشحا خاضوا انتخابات البرلمان في الجولة الأولى ولم يوفقوا. كما رفضت المحكمة بمحافظة الأقصر 10 طعون تطالب بإلغاء نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وكذلك محكمة القضاء الإداري في قنا رفضت جميع الطعون المقدمة إليها وأحالت 33 طعنا لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني حيالها. تأتي عمليات رفض الطعون التي قدمها المرشحون قبل بدء الانتخابات في الداخل حسما لعملية التنافس التي ستجرى غدا داخل الدوائر التي تقدم فيها المرشحون بالطعن، وتأتي أيضا وسط ترقب محلي ودولي لما ستؤول إليه هذه الانتخابات. نسبة المشاركة في المرحلة الأولى حسب اللجنة العليا للانتخابات وصلت لنسبة 7,270,000 أدلوا بأصواتهم بنسبة مشاركة قد تجاوزت 26%. وتأمل اللجنة العليا للانتخابات والحكومة بمشاركة إيجابية أكثر فاعلية من المرحلة الأولى لإتمام خارطة الطريق. كشف السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمعني بمتابعة الانتخابات بالخارج عن حجم مشاركة المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات البرلمان. وقال لوزة في تصريح خاص للنهار اليوم إن إجمالي من صوتوا حتى الآن بلغوا 50,000. وصل عدد الناخبين اللي أدلوا بأصواتهم حتى الآن إلى ما يقرب من 5,000 ناخب، وده مؤشر إيجابي، ونتوقع زيادة كثافة التواجد بعد انتهاء ساعة العمل. وماذا عن بطلان الانتخاب في بعض الدوائر؟ تم إحاطة بعثتنا في الخارج بالأربع دوائر اللي تم الحكم ببطلان الانتخابات الجولة الأولى فيهم، وتم استبعاد أسماء المرشحين من جولة الإعادة. ويعني احنا بنلاحظ ان عدد الأصوات اللي تم الإدلاء في الخارج بيها في هذه الدوائر يقترب من 1955 صوت، فبالتالي مش هنجد هذه الأصوات تعاد مرة أخرى في جولة الإعادة.
قال هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إجازة للدراسة في المحافظات 14 التي تتم فيها جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية. وقال المتحدث إن وزارة التربية والتعليم تسلم اليوم قوات الأمن 4659 مدرسة لتكون مقر اقتراع بالمرحلة الأولى. افتتح محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد مجمع مدارس الجلشاني بالبساتين، ويضم 4 مدارس جديدة بقوة 89 فصل تخدم مراحل التعليم المختلفة تجريبي ابتدائي اعدادي ثانوي بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه. وخلال الافتتاح اعرب المحافظ عن تقديره لإقامة هذا الصرح التعليمي الضخم الذي يعد إضافة لمنظومة التعليم بالقاهرة بمشاركة المجتمع المدني والقيام بمسؤولياته في مساندة الأجهزة التنفيذية للارتقاء والنهوض بالمجتمع. 89 فصل عشان نبقى بنتكلم بجد يعني لجميع المراحل التعليمية، وتكلف حوالي 30 مليون جنيه، وبنك اتش اس بي سي متكفل بالتكلفة بالكامل، وده بيساعد في خفض كثافة الطلبة في الفصول في المنطقة كلها، منطقة البساتين ودار السلام منطقة مكتظة بالسكان، تحتاج خدمات تعليمية، تحتاج مدارس أكتر، تحتاج توسعات، ولكنها أيضا تحتاج الاهتمام بجودة كمان التعليم. ويمكن أنت ملاحظة ده من شكل الفصول، من إقبال الطلبة على الفصل، من شكل المدرسين، من الأنشطة اللي موجودة وهكذا. المنظومة التعليمية كلها في مصر احنا كلنا عارفينها محتاجة دفعة جامدة جدا جدا، واي حد عاوز يعمل اي عمل تطوعي يعني انا بصراحة بقول اهم حاجة التعليم، ان هو يعمل اي حاجة، مش ضروري بقى يبني مدرسة بالكامل او حاجة، حتى لو قادر ان هو يصلح في فصل او يعمل يجيب دكة او يعمل اي حاجة، بس هو ده المجال اللي لازم كل الناس تتجه اليه. احتفلت مصر والولايات المتحدة الأمريكية أمس باستئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز إبرامز M1A1 في حفل أقيم داخل مصنع الدبابات المصري خارج القاهرة، وحضره كل من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار وكبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بالقاهرة اللواء تشارلز هوبر وعدد من كبار المسؤولين. ويأتي استئناف الإنتاج المشترك لهذه الدبابات كأحدث خطوة تتخذها الحكومة الأمريكية لمواصلة شراكتها مع مصر، وكجزء من التزام الولايات المتحدة السنوية البالغ 1.3 مليار دولار لدعم الأمن المصري، بالإضافة إلى توفير وظائف في مصر. قال محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد إن المحافظة ستبدأ على الفور التجهيز لتنفيذ المشروعات التي تم التوقيع عليها في المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم فعالياته أمس واستمر على مدى يومين. بهدف جذب وتشجيع الاستثمار بمرسى مطروح اختتم أمس المؤتمر الاقتصادي الدولي بالمحافظة فعالياته كأول مؤتمر من نوعه تعقد محافظة من محافظات الجمهورية لفتح آفاق جديدة للتنمية والبناء. مؤتمر استمر على مدى يومين وانتهى بالتوقيع على عقود لنحو 16 مشروعا تشمل الاستثمارات الجديدة قطاعات السياحة والزراعة والصناعة. وكان أبرز ما تم التوقيع عليه من عقود مشروعا لإقامة ميناء دولي بمدينة سيدي براني غرب المحافظة، وتشمل العقود أيضا مشروعا لإنتاج الملح واستخراج زيت الزيتون وتعبئة المياه الطبيعية في سيوة. وعلى المستوى السياحي تم التوقيع على عقدين لتطوير منطقتي شاطئ رومل وعجيبة بوسط مطروح بإجمالي استثمارات تناهز 7 مليارات دولار. نجد أن رومل وعجيبة في مواقعهم من أجمل بصراحة ما رأت عيني كموقع، يمكن أنتم شايفين كموقع تاريخي وكموقع سياحي، وكذلك عجيبة. بنحاول أن نتكلم مع سعادة المحافظ اللي أوصى أنه هي تبقى كما هي عليه، تبقى هي شواطئ للعامة طبعا مع التطوير الجيد. فإحنا إن شاء الله بنحاول الآن نقدم مرئياتنا حسب الكلام اللي صار في القاعة، انه احنا نقدم مرئياتنا وان شاء الله خلال 3 شهور نقدم الجدول الاقتصادية لهذه المشاريع. مشروعات ومذكرات تفاهم تنبئ بانها ستغير وجه الحياة في المحافظة تماما، وستفتح المجال امام انهاء نسب البطالة في مطروح وما جاورها من محافظات. مخططات يعني المينا عارف انه هشغل عمالة قد ايه؟ طب هيسكنها فين؟
زي مصنع فوكا كده مثلا بتاع الاسمنت. ما هو من ضمن خيوط انشاء المصنع انك بتعمل مباني سكنيه اسكان وظيفي. صحيح. ما هجيب الناس اللي شغاله عندك عدادة فين؟ كل ده فن التفه المخطط. يعني كل يعني منشاه هتطلع او مشروع هيطلع طالع مع التخطيط العمراني بتاعه وطبقا للمخططات. واحنا ماسكين طبعا مع المكتبات العمرانيه الدكتور عاصم جزار كل اتحاد تقدير ليه برضه، يعني بصراحه حاطط ايده في المحافظه بشكل جميل جدا. يعني هيئه الاستثمار من جانبها صرحت بان مصر ستشهد نهضه خلال العام المقبل لوجود العديد من المشروعات القوميه، موضحه انها تقدم العديد من التسهيلات للمشروعات التي تم التوقيع عليها. احنا ابتدينا في كنا فعلنا مرحله واحده بس من شباك الموحد متمثله في خدمات التاسيس. المرحله الثانيه الخاصه بالاراضي والترخيص احنا خدنا كافه الاجراءات في التنسيق، القياده السياسيه متبنيه ان شاء الله. احنا معظم الجهات الولايه تم الاتصال بيها، بعض الجهات وفرت الاراضي، بنعمل بنك الاراضي بينزل على موقع الهيئه، المستثمر هيشوف الارض وهيعرف ازاي يحصل عليها. قانون حدد اربع طرق لتخصيص الارض، منها الايجار والايجار بغير التملك، حق الانتفاع، منها البيع، منها الحق للجهه الاداريه تدخل بنظام المشاركه. ما سيبناش الموضوع كده برضو، القانون حدد اربع جهات تحدد السعر سواء حق سعر الايجار او سعر حق الانتفاع او البيع، متمثله في الهيئه العامه للخدمات الحكوميه. المؤتمر الاقتصادي بمرسى مطروح بدايه حقيقيه للوعي بالموارد الطبيعيه الموجوده في مصر، ولا شك خطوه لتنميه المناطق المهمشه وعقد المزيد من المؤتمرات. وعلى قائمة الانتظار يقف صعيد مصر وسيناء ومنطقة القناة. محمد تيم، النهار اليوم. مستشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل. ليون في القاهرة لبحث اقتراح تشكيل حكومة وطنية في ليبيا، واشتباكات عنيفة في بنغازي بين الجيش وداعش. أهلا بكم من جديد. وصل القاهرة اليوم برنالدينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي مدينة بنغازي اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين الجيش الليبي وتنظيم داعش بعد نحو يومين على سلسلة غارات جوية نفذها سلاح الجو الليبي على مواقع التنظيم وما يسمى بمجلس ثوار بنغازي، ردا على قص طال متظاهرين موالين للشرعية في ساحة الكيش الجمعة الماضية. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في العاصمة دمشق. أكد في هذا اللقاء الجانبان على الحرص على وحدة سوريا واستقرارها. من جانبها أعلنت فرنسا عن تحضيرها لاجتماع في باريس بشأن سوريا لن يشارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. الأزمة السورية ولا صوت يعلو فوقها داخل أروقة المجتمع الدولي، فالثلاثاء هو يوم تقرر فيه أن يعقد اجتماع حول الأزمة يشمل أبرز الأطراف الإقليمية دون روسيا، التي قال وزير الخارجية الفرنسي فابيوس إن مباحثات معها سوف تعقد على حدة ويعقد بالتوازي مع اجتماع آخر كانت قد استضافته العاصمة النمساوية فيينا الجمعة الماضية بين الرباعي أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا، لم يتمخض عن اتفاق بشأن مصير الأسد. حديث حول مرحلة انتقالية رفضت ألمانيا أن يكون الأسد جزءا منه بسلطات كاملة بعد جرائمه الوحشية خلال السنوات الأربع الماضية. وعن المعارضة المعتدلة السورية في المشهد، فتعهدت السعودية والولايات المتحدة بتكثيف دعمها ومواصلة السعي للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا في لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي. ولا يزال الحديث حول المعارضة لتعرض روسيا أنها مستعدة لدعم الجيش السوري الحر المعارض إذ قاتل أفراده ضد داعش، لكن الرد جاء هكذا: الضمانات أولا قبل أي موافقة للدعم. فلم يرفض الجيش الحر أي عرض بدعم عسكري روسي، لكنه أيضا وضع شروطه بأن تتوقف موسكو عن استهداف قواعده داخل سوريا وما بين أطراف داعمة وأخرى معارضة تسير العملية السياسية في سوريا، منهم من يريد للأسد البقاء والآخر يريد له الرحيل.
أما المواطن السوري بين هذا وذاك يريد الحياة. أي عبد العزيز، النهار اليوم. قرر مجلس الجامعات العربية في اجتماعه اليوم على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في 5 نوفمبر المقبل لبحث الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وكان اجتماع اليوم قد بحث التحرك العربي في الأمم المتحدة بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. الأمين العام لجامعات الدول العربية قدم شرحا للجلسة وما دار بها في مجلس الأمن، وموضوع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني هو الموضوع الأساسي الذي تم نقاشه وسيطرح في اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد مبدئيا في منتصف الأسبوع القادم. تم التأكيد على أن يعقد اجتماع طارئ الأسبوع القادم برئاسة الإمارات، بيكون في يوم 4 أو 5 من الشهر القادم هنا في الجامعة العربية على مستوى الوزارة. بهدف الهدف مناقشة القضية الفلسطينية ووضع آلية للتحرك المستقبلي نحو الأمم المتحدة، سواء كان عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب الإقامة في الأراضي المحتلة أو ما تعرف بالهوية الزرقاء من سكان القدس الفلسطينيين. وكشفت صحيفة يدعون أحرنوت الإسرائيلية أن هذا الإجراء يستهدف مواجهة أعمال العنف التي تشهدها الأراضي المحتلة وخصوصا في القدس. في سياق ذي صلة استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم بزعم طعن جندي إسرائيلي في الخليل، ليرتفع عدد الشهداء الذين قتلوا برصاص الجيش والمستوطنين الإسرائيليين منذ بداية أكتوبر الحالي إلى 59 فلسطينيا، حيث أفادت وكالة وفاء الفلسطينية بأنه أطلق وابل من الرصاص على الفتى ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الهلال الأحمر من الوصول تقديم العلاج للشاب المصاب الذي وافته المنية لاحقا. ضرب زلزال عنيف شبه القارة الهندية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في كل من باكستان وأفغانستان، كما شعر سكان الهند بالزلزال الذي بلغت شدته نحو 7.6 على مقياس ريختر. وقد أعلنت باكستان مقتل 52 شخصا، بينما أعلنت أفغانستان مقتل 18 شخصا بينهم 12 تلميذة بإحدى المدارس. هذا ولا يزال الكثيرون عالقون تحت الأنقاض في كلا البلدين. اقتحمت المقاومة الشعبية في تعز أسوار قوات القصر الجمهوري وجانبا من معسكر قوات الأمن الخاصة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وسط غارات مكثفة للتحالف العربي على مواقع المتمردين بمنطقة الحرير وجبل الوعش، لتشهد محافظات إب والبيضاء وشبوة تقدما ملحوظا للمقاومة. في المقابل لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تقصف مدينة تعز بشكل عشوائي للأحياء السكنية في المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. حقق المرشح المحافظ مارسييلو ماكري مفاجأة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأرجنتين بتأهله إلى جولة ثانية ضد مرشح يسار الوسط دانييل سكيولي المدعوم من الرئيسة المنتهية ولايتها كريستينا كيرشنر، والذي تصدر النتائج بفارق ضئيل. وستجرى الجولة الثانية في 22 من الشهر المقبل بين سكيولي وماكري استنادا إلى النتائج الرسمية شبه النهائية. وبعد فرز 90% من الأصوات حصل سكيولي على ماكري على قرابة 35%. اقتصاديا، خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه، وزادت المؤشرات من خسائرها لدى إغلاق التعاملات تحت ضغوط بيعية قادها المستثمرون العرب. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 99%.
تماسك سعر الذهب العالمي اليوم بعدما مني بخسائر على مدى 3 أيام، ولكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوعين بفعل قوة الدولار ومخاوف من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام الجاري. وساهمت موجة صعود للأسهم العالمية في ضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي تضرر طوال العام نتيجة عدم وضوح توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، واستقر عند 1165.16 دولار للأوقية. يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم سندات خزانة بقيمة 5.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 2.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه. حدد البنك المركزي ضوابط قبولها الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من شركات 6 دول منها ليبيا وسوريا واليمن وبما يفوق السقف المحدد للإيداع النقدي. وأوضح البنك أنه يمكن للبنوك قبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة الصادرات للدول المذكورة وفقا لشروط أبرزها مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم النشاط المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية. نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة ما تردد عن نية الحكومة عدم الاستمرار في سداد أموال المعاشات لمستحقيها، وقالت الوزارة إن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، مشيرة إلى وجود إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات في مصر، وأنها تعمل حاليا على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية. رياضيا، تختتم اليوم مباريات الأسبوع الثاني لمسابقات الدوري الممتاز لكرة القدم بمباراتين، الأولى تبدأ في 5 مساء بين اتحاد الشرطة وإنبي باستاد كلية الشرطة بالعباسية، تليها في 8:45 مباراة وادي دجلة فريق طلائع الجيش باستاد بترو سبورت. وفي مباريات الأسبوع نفسها والتي جرت أمس، فاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين للا شيء، بينما تعادل الزمالك مع أسوان في أسوان بدون أهداف ليخسر الفريق الأبيض أول نقطتين في ماراثون الدوري، وتعادل سموحة وبتروجيت بدون أهداف. أما المصري فقد أدرك التعادل مع المقصة في المباراة التي جرت باستاد الإسماعيلية. عالميا، في الدوري الإنجليزي عاد فريق مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري بعد تعادله بدون أهداف مع مستضيفه وجاره مانشستر يونايتد أمس الأحد، ويملك سيتي 22 نقطة من 10 مباريات متقدما بفارق الأهداف على أرسنال صاحب المركز الثاني. وإلى الدوري الإسباني، حيث حول فريق برشلونة تأخره أمام ضيفه إيوار إلى الفوز 3 أهداف لهدف ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد في صدارة الدوري، ويحتل إيوار المركز السابع برصيد 13 نقطة متقدما بنقطة 1 على بالنسيا الذي يواجه أتلتيكو مدريد بطل 2014 في وقت لاحق أمس الأحد. استقبل وزير السياحة هشام زعزوع الموسيقار اليوناني نيف في أولى زيارته الفنية إلى مصر لإحياء حفلين يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بمنطقة سفحة الأهرامات بالجيزة. وقال زعزوع إن قدوم شخصية فنية ذات ثقل إلى مصر من شأنه بث رسائل إيجابية للخارج، وأن تواجد الموسيقار في منطقة الأهرامات من شأنه أيضا الترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي يعد نمطا أساسيا للسياحة المصرية. عن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الاثنين الطقس غير المستقر على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه امتداد انخفاض في درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح. ونصح الخبراء المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيا خلال الساعات المتأخرة من الليل نظرا لبرودة الجو. Thank you.
انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. في كارثة الإسكندرية الرئيس يطالب الحكومة بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع الأزمات. جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان تنطلق في الخارج اليوم وفي الداخل غدا. اجتماع دولي في باريس غدا حول الأزمة السورية تغيب عنه روسيا ويستبق اجتماع الجمعة في فيينا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.